إيلون ماسك يستعد لزرع شرائح نيورالينك في أدمغة البشر. تستعد شركة نيورالينك للتكنولوجيا لإطلاق سلسلة من التجارب السريرية بهدف زرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر، وتقول أنها لأغراض صحية. شركة نيورالينك التي شارك في تأسيسها الملياردير المعروف إيلون ماسك عام 2016 تعهدت بأن تقنية الشرائح الإلكترونية التي تنوي البدء بزرعها في الأدمغة البشرية ستمكن المصابين بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بعقولهم بشكل أسرع من أي شخص يستخدمه بأصابعه. وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن شركة نيورالينك تعمل حاليا على توظيف مدير التجارب السريرية لإجراء تجارب عملية لجهازها على البشر. وكانت نيورالينك قد نجحت بالفعل في زرع شرائح ذكاء اصطناعي دقيقة في أدمغة قردة وخنازير، وأصدرت لاحقا مقطع فيديو لقرد تم زرع الشريحة في دماغه وهو يلعب لعبة الفيديو بونغ باستخدام عقله فقط دون أن يستخدم يديه. وحسب إيلون ماسك فإن الشريحة ستكون مزروعة بالجمجمة وتشحن لاسلكيا بحيث يشعر الشخص بأنه طبيعي تماما. وقال ماسك وهو أغنى شخص في العالم إنه متفائل بأن التقنية يمكن أن تسمح للأشخاص المصابين بشلل رباعي بالمشي. وأضاف في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت جورنال: نأمل أن ننجح في هذا مع البشر من المرة الأولى. وتابع القول: سنستهدف أشخاصا يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي مثل الشلل الرباعي، وفي العام المقبل ننتظر موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لنباشر عملنا. وأضاف: أعتقد أن لدينا فرصة مع نيورالينك لاستعادة وظائف الجسم بالكامل لشخص يعاني من إصابة في الحبل الشوكي. وقال إن تقنية نيورالينك تعمل بشكل جيد مع القرود حاليا، ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات ونؤكد أنها آمنة وموثوقة، ويمكن إزالة جهاز نيورالينك في أي وقت بأمان. فهل سيحقق ماسك نبوءة صانعي فيلم الليمبي 8 جيجا للفنان المصري محمد سعد، والذي تحول حسب فيلمه بعد زرع الشريحة الإلكترونية من رجل أبله إلى نابغة فائقة الذكاء؟ إيه البنت دي اسمها إيه اللي رنى بلاء عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي حق لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر. أم أن الأمر سيقتصر على الأمور الطبية والعلاجية؟